بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا الحكمه والقران احمد الله تعالى واشكره واستعينه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى ال بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا وبعد اخوه الاسلام في كل مكان فمن رحام بيت الله الحرام هذه البقعه المباركه وفي هذه الليله الشريفه المباركه ليله الجمعه ما زلنا نستكثر من بركاتها بكثره صلاتنا وسلامنا على رسول الهدى ونبي الرحمه سيدنا ونبينا وامامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستكثرين فيها من الصلاة والسلام ونحن نتدارس خصائصه النبوية صلى الله عليه وسلم، وما زالت مجالسنا في مدارسة كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للامام سراج الدين بن الملقن الانصاري الشافعي رحمة الله عليه، الذي ما زلنا نقلب صفحاته ونحن في خواتيم النوع الثالث من الخصائص المتعلقه بالمباحات والتخفيفات وقد تمت لنا مجلس ليله الجمعه الماضيه عدا تنبيه ناتي عليه لنشرع في النوع الرابع من الخصائص بعون الله تعالى وفي هذه الليله ويوم الغد متسع عظيم وباب كبير للمقبلين بكثره الصلاه والسلام عليه يلتمسون حثه صلى الله عليه وسلم اكثروا من الصلاه علي يوم الجمعه وليله الجمعه فاللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه صح انه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه رضي الله عنها لست سنين أو سبع فذهب ابن شبرمة فيما حكاه ابن حزم إلى أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز للأبي إنكاح ابنته حتى تبلغ وهو غريب لا نعلمه عن غيره وقد خالف الجمهور فإنهم قالوا إن ذلك يجوز لكل واحد وإنه ليس من الخصائص بل نقل ابن المنذر الإجماع عليه وقد خطب عمر أم كلثوم إلى علي رضي الله عنه فقال: إنها تصغر عن ذلك ثم زوجه، وقال الشافعي: زوج ابن الزبير ابنته صفية، وزوج غير واحد من الصحاب من الصحابة ابنته صغيرة. نعم، هذا التنبيه أراد به المصنف رحمه الله في هذا النوع من المباحات والتخفيفات المتعلقة بالنكاح. أراد التنبيه على مسألة لا يصح عدها في الخصائص وهو أنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين قال وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين الحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان البخاري ومسلم دل على هذه المسألة، لكن الكلام في دعوى خصوصية هذا الحكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الامام ابن حزم رحمه الله عن الامام الفقيه الكوفي ابي شبرمه عبد الله بن شبرمة ابن الطفيل الضبي الكوفي من فقهاء القرن الثاني الهجري. لكن دعوى الخصوصيه هنا لا تصح وانه لا يجوز للاب ان ينكح ابنته الا بعد البلوغ غريب كما قال المصنف لا يعرف عن غيره وهذا خلاف ما عليه جمهور الفقهاء اذ يرون جواز ذلك لكل احد في النكاح لا في الدخول فيجوز عقد النكاح على البنت صغيره وان لم تبلغ وبهذا لا تكون المساله من الخصائص ثم ذيل المصنف المسألة بإثبات ذلك عن بعض الصحابة، قال خطب عمر ام كلثوم يعني بنت علي، خطبها الى ابيها والمقصود خطبها يريد نكاحها، فقال له علي انها تصغر عن ذلك ثم زوجه، تصغر عن ذلك يعني عن سن النكاح، والمراد انها لم تبلغ بعد، قال الشافعي زوج ابن الزبير ابنته وزوج غير واحد من الصحابة ابنته صغيرة ففعل الصحابة بتتابع ولم ينفرد بذلك واحد منهم دليل على الجواز وعندئذ لا تثبت المسألة خصوصية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى وإذا تم لنا هذا النوع الثالث فإنا نشرع في النوع الرابع ولعل التنبيه الذي شرعنا به مجلس الليلة في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يكون مدخلا للمسائل التي تشغل مجلسنا الليله في الحديث عن الخصائص النبويه المتعلقه بالفضائل والمكرمات واول مسائلها الحديث عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مجلس الليله عامرا بذكر امهاتنا اجل امهات المؤمنين رضي الله عنهن وقد ساقهن المصنف واحده تلو اخرى معرفا بهن وبشيء ضئيل وبنبذه يسيره من فضائل كل واحده منهن رضي الله عنهن اجمعين. في سياق حديثه عن اولى مسائل هذا النوع وهو تحريم ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الامه من بعده خصوصيه له وفضيله ومكرمه وامرا عظيما خصه رب العزه والجلال به صلى الله عليه وسلم فهذا مجلس يا كرام يكون حافلاً عطراً بذكر مناقب وطرف وإيل من سير أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين النوع الرابع اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات وهي أيضاً قسمان متعلق بالنكاح وغير متعلق به؟ تقدم ايها المباركون في اول الكتاب ان المصنف رحمه الله قسم الخصائص الى اربعه انواع. فالنوع الاول كان من الخصائص في المحرمات، ثم كان النوع الثاني من الخصائص في الواجبات، يعني الواجبات الخاصه به عليه الصلاه والسلام، كما المحرمات الخاصه به صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث الذي تم في مجلس الليله الماضيه كان في المباحات والتخفيفات وهذا اخر انواع الكتاب فنحن في ربعه الاخير وفي قسمه الاخر منه الذي يعد اصغر الانواع واقلها ونحن على مشارف اتمام الكتاب بعون الله هذا النوع مخصوص بالفضائل والكرامات ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يعد في اصل خصوصيته كرامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كان فيه حكم يتعلق بغيره مثل هذا المساله الاولى تحريم نكاح ازواجه هو حرام لكن ليس عليه صلى الله عليه وسلم بل علينا، اذا هو في حقه كرامه ونحن انما نتكلم عن الاحكام المتعلقه بذاته الشريفه عليه الصلاه والسلام. وتقدم ما يتعلق بالمباح له وبالحرام عليه وبالواجب عليه صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال هي ايضا قسمان متعلق بالنكاح وغير متعلق به. كما مضى في الانواع الثلاثه السابقه، فكل واحده من الخصائص اما ان يكون متعلقا بالنكاح او بغيره من ابواب الشريعه. نعم. القسم الاول المتعلق به اي المتعلق بالنكاح. اذا نحن في القسم الذي فيه من الخصائص فضائل وكرامات تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالنكاح في هذا القسم الاول. وفيه مسائل. المساله الاولى ان ازواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره ابدا. قال تعالى: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا هذه الايه نص في المساله لا يخالف فيها احد من امه الاسلام سلفا ولا خلفا والاجماع منعقد ليس في المذاهب الاربعه المتبوعه بل في كل علماء الاسلام وفقهائه الكرام جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام على الأمة نكاح أحد واحدة منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنص الآية وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وهذا عموم في كل نوع من الأذى يحرم أن يصدر عن المؤمن بالله قول أو فعل وموقف يحمل أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حال حياته او لمقام النبوه بعد مماته ما صلى الله عليه وسلم وما كان لكم يعني لا يحل لكم ولا يجوز وما هذه نافيه اي ما كان لاحد منكم ان يصدر عنه شيء من ذلك وهذا نفي اوضح واصرح من ان يكون تحريما فلو قال لا يحل لكم لم يكن ابلغ في نفي الحل وافاده التحريم من قوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وقوله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، هذا من عطف الخاص على العام، فإن الأذى عام، ومن الأذى نكاح أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. من بعده هل المقصود من بعد نكاحه لواحدة منهن أو المقصود من بعد مماته صلى الله عليه وسلم في المسألة وجهان سياتي ذكرهما بعد قليل، لكن الايه اذا صريحه في تحريم نكاح ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وياتي وجه ذلك والمحمل الذي حمل عليه هذا النهي الالهي الكريم، فهي نص في المساله. قيل نزلت في طلحه بن عبيد الله، فانه قال: ان مات لاتزوجن عائشه رضي الله عنها. قال المصنف رحمه الله قيل وهي اشاره الى تضعيف هذا القول وهو ضعيف حقا في سبب نزول الايه الكريمه فيما ذكر البيهقي فيما رواه ايضا من طريق الطبراني من حديث سفيان الثوري عن داود بن ابي هند عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة أو أم سلم فأنزل الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا فهذا في حكاية سبب نزول الآية قال الطبراني لم يروه عن سفيان إلا مهران ومهران ضعيف في حديثه عنه قال البخاري في حديثه اضطراب والراوي عنه محمد بن حميد هو الرازي، ومع حفظه فقد ضعفه الائمه وكذبه ابو زرعه وغيره، قال البخاري فيه نظر، فالحديث اذا ضعيف في حكايه هذه القصه سببا لنزول الايه الكريمه. ثم اختلف في هذا الرجل المروي في حديث الطبراني، لانه مبهم قال رجل اختلف في تسميه هذا الرجل القائل من هو؟ فروى ابن بشكوال انه طلحه بن عبيد الله البن... طلحه بن عبيد الله القرشي كما رواه من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس قال رجل من قريش وهو طلحه بن عبيد الله وقد غلط جماعه من العلماء كما قال العلامه الخيضري غلط جماعه من العلماء او غلط جماعه من العلماء في طلحه هذا فظنوه احد العشره المبشرين وليس هو قال وانما هو اخر وهو قرشي تيمي ايضا ويلقب طلحه الخير وقد نبه على ذلك الحافظ ابو موسى المديني في ذيل الصحابه نقلا عن ابن شاهين وتبعه جماعه اخرهم الحافظ ابن حجر في الاصابه واستبعد الامام ابو العباس القرطبي وقوع مثل هذا من صحابي مشهور قال وانما الكذب في نقله وانما يليق هذا القول بالمنافقين الجهال قال العلامة الخيضري أجاد في استبعاده لذلك فإن الكلبي مشهور بالكذب ونسبة وقوع ذلك إلى صحابي مشهور بالخير بعيد على أن الحديث من أصله ضعيف جدا كما تبين والمقصود يا كرام أن تسمية الرجل ها هنا أولا في ضعف سبب نزول الآية بناء على القصة ثم في تسمية الرجل بطلحة بن عبيد الله المظنون أنه أحد العشرة المبشرين أيضا لا يصح ذلك والتنبيه عليه متعين والله أعلم ولأنهن أمهات المؤمنين قال تعالى وأزواجه أمهاتهم أي مثل أمهاتهم في وجوب احترامهن وطاعتهن كما سيأتي وتحريم نكاحهن لما في إحلالهن لغيره من النقص لمنصبه ولأنهن أزواجه في الجنة كما رأيته في, الخ... كما رايته في الخصال للخصاف للخصاف من اصحابنا وعيون المعارف للقضاعي ذكره فيما خص به دون الانبياء وامته فان المراه في الجنه لاخر ازواجها كما قال ابن القشيري ولانه حي صلى الله عليه وسلم ولهذا حكى الماوردي وجها انه لا يجب عليهن عده الوفاه هذه ثلاثة أوجه أو محامل يذكرها العلماء رحمة الله عليهم في الحكمة من تحريم ربنا عز وجل على أمة الإسلام أن ينكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. ذكر ثلاثة أوجه أولها أنهن أمهات المؤمنين أي مثل أمهاتهم في وجوب الاحترام والطاعة وتحريم النكاح. الوجه الثاني أن أمهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن زوجاته في الجنة. والمرأة لآخر أزواجها في الدنيا تكون له في الجنة، فلهذا الوجه أيضا قيل هي حكمة. وفي الوجه الثالث أنه حي صلى الله عليه وسلم، والحي لا يجوز نكاح زوجته. هذه ثلاثة أوجه بعضها أظهر من بعض وأقوى وأدلُّ. في الاعتبار باحكام الشريعه ومقاصدها العامه اما اولها فكونهن امهات المؤمنين وهذا اظهر الاوجه المحكيه واقواها دلاله واقربها الى النص ايضا قال لان الله عز وجل قد قال وازواجه امهاتهم ومعنى امهات في الايه كما سياتي بعد قليل انهن مثل الامهات في وجوب الاحترام والطاعه وفي تحريم النكاح ايضا وليس المقصود انهن في حكم الامهات من كل وجه فهذا لا يمكن بدلاله انه لا ينطبق عليهن حكم الامهات في مساله جواز النظر اليهن او الخلوه بهن وقد قال الله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب فتعين اذن ان المقصود في قوله وازواجه امهاتهم انهن مثل امهاتنا اللائي ولدننا من وجه دون وجه وليس على الاطلاق ثم قال في جمله اخيره لما في احلالهن لغيره من النقص لمنصبه صلى الله عليه وسلم ومن هنا عد هذا الوجه بالخصائص من نوع الفضائل والكرامات انه اكرام لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يخلفه على زوجاته احد من بعده ابدا فهذا ايضا وجه اكرام وفضيله ومنقبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اما الوجه الثاني فقد قال فيه المصنف لانهن ازواجه في الجنه حكى ذلك الخصاف في كتابه الخصال والقضاعي في عيون المعارف وجعله ايضا مما خص به دون الانبياء ودون امته لان المراه في الجنه لاخر ازواجها وقد روى الامام الحاكم في مستدركه والبيهقي كذلك من حديث حذيفة انه قال لامرأته ان سرك ان تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فان المرأة في الجنة لاخر ازواجها في الدنيا. وهذا اخرجه البيهقي بهذا اللفظ لكنه محتمل ان تكون الجملة الاخيرة فان المرأة في الجنة لاخر ازواجها في الدنيا التي هي تعليل الحكم يحتمل ان يكون من كلام حذيفة او من كلام غيره من رواه الحديث عنه فلاجل ذلك ذكر هذا في اوجه التعليل واما الوجه الثالث فكونه حيا صلى الله عليه وسلم وبناء عليه خرج الماوردي وجها انه لا يجب عليهن عده الوفاء لان المقصد من العده استبراء الرحم للزوج الذي يمكن ان تنكحه المراه بعد زوجها الاول فإذا امتنع هذا في حقهن رضي الله عنهن لم تكن لعده الوفاة حكمة متحققة بهذا الاعتبار، لكنه وجه ليس هو المعتبر عند الفقهاء. واما التعليل بكونه حيا صلى الله عليه وسلم فايضا فيه نظر لان حياته عليه الصلاة والسلام برزخية، وحياة البرزخ لا تتعلق بها الاحكام الدنيوية، نعم ثابت انه عليه الصلاة والسلام كسائر الاموات في قبره حي حياه برزخيه بل حياه الانبياء في البرزخ اكمل واعظم من حياه سائر البشر لما لهم من المكانه ورفعه المنزله وما اختصوا به عليهم السلام عن سائر البشر اجمعين ولهذا قال ولانه حي صلى الله عليه وسلم وقد نقل فقهاء الشافعيه عن امامهم الشافعي رضي الله عنه قال وازواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن لا يحل لاحد نكاحهن ومن استحل ذلك كان كافرا لقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن ذلك كان عند الله عظيما على خلاف في تعليل ذلك ووجه حكمته كما تقدم قبل قليل في الوجوه المحكية هنا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وفي من فارقها في الحياه كالمستعيذه والتي وجد بكشحها بياضا ثلاثه اوجه. اذا هذا فرع عن المساله السابقه وبعض من كتب في الخصائص عدها مساله مستقله. انتهت مسالتنا الاولى في تحريم نكاح ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي توفي عنهن تحريما ابديا لا خلاف فيه ولا نزاع. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما فهذا تحريم ابدي واما المساله الاتيه الان فهن الزوجات اللاتي فارقهن صلى الله عليه وسلم في الحياه وان شئت فقل اللاتي لم يدخل بهن عقد النكاح ولم يدخل بهن وهل يوجد مثل هذا في النساء نعم فانه سياتي بعد قليل تعداد من نكحهن صلى الله عليه وسلم طيله حياته وانقسام من دخل بهن ومن لم يدخل بهن وانقسام ذلك ايضا الى من ماتت في حياته ومن ماتت بعده صلى الله عليه وسلم سياتينا بعد قليل. ضرب مثالا لهذا القسم بالمراه المستعيذه وقد تقدمت بنا في مجلس سابق ابنه الجون التي قالت اعوذ بالله منك قال لقد عذت بمعاذ الحقيب باهلك. وفارقها صلى الله عليه وسلم والتي وجد بكشحها بياضا وقد ذكرها ابن سعد في الطبقات وانها الكلابيه وسماها العاليه بنت ظبيان لانها طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبياض كان بكشحها اي بوسطها في جسدها فلما راى البياض وهو نوع من البرص عيب مؤثر في النكاح ولم يكن قد علم به صلى الله عليه وسلم ففارقها قبل ان يدخل بها اذن هذا النوع من النساء اللاتي عقد عليهن ولم يدخل بهن قال من فارقها في الحياه مثل المراه المستعيذه على اختلاف في اسمها والتي وجد بكشحها بياضا على خلاف في اسمها ايضا هل حكمهن كحكم امهات المؤمنين يعني مثل خديجة وسودة وعائشة وام سلمة وسائر امهات المؤمنين رضي الله عنهن ام يختلفن في الحكم؟ نعم. وفي من فارقها في الحياة كالمستعيذة والتي وجد بكشحها بياضا ثلاثة اوجه احدها يحرمن ايضا وهو المنصوص في احكام القران لشمول الايه السالفة والبعدية في قوله تعالى من بعده عند هذا القائل لا تختص بما بعد الموت بل بل بما هو أعم منه فيكون التقدير من بعد نكاحه هذا الوجه الأول في المسألة أو القول الأول أنهن أيضا يحرمنا لما قالوا لعموم الدليل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه هذا عموم الأزواج المدخول بهن أو حتى غير المدخول بهن أزواجه عموم كل أزواجه عليه الصلاة والسلام وقوله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ليس المقصود من بعد مماته لأنهن حال حياته لسن في عصمته بل المقصود من بعد نكاحه وبالتالي فيشمل هذا من فرقها وهو حي ومن مات عنها وهي في عصمته صلى الله عليه وسلم نعم قال بعضهم وحرمنا لوجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العادة أن زوج المرأة يكره زوجها الأول قال في الروضة وهذا أرجح هذا تعليل لأنه لو قيل إن وجه تحريم نكاح أمهات المؤمنين مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقدم في كونهن أمهات المؤمنين فهذا غير متحقق في هذا النوع من النساء قالوا بل هو لوجه اخر للحفاظ على محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب امته، كيف هذا؟ قالوا جرت العاده ان المراه اذا فارقت زوجا وتزوجها ثان من بعده فان الغالب ان الثاني يكره الاول او قل في اقل احواله لا يحمل في قلبه موده ولا محبه لشيء مما تحمله نفوس البشر في العاده، فلا يراد أن يأتي رجل في الأمة ليتزوج امرأة ممن فارقها نبينا صلى الله عليه وسلم ولو قبل الدخول لئلا يقع في قلبي شيء من ذلك الذي يراد إغلاق بابه هذا الوجه القائل بالتحريم رجحه الإمام النووي في الروضة نعم وقال ابن الصلاح وقال ابن الصلاح إنه أشبه بظاهر نص الشافعي أشبه بظاهر نص الشافعي وقال به أيضا من الشافعية ابن أبي هريرة بل قالوا هو المنصوص في كتاب احكام القران للشافعي لانه نص على ان هذا النوع من النساء ايضا داخل في عموم قوله تعالى ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. نعم. وقيل انه وجه التفصيل يعني الثلاثه اصح وعباره القضاعي تقتضي هذا الوجه ايضا فانه اطلق ان نساءه حرمن على غيره وجعل ذلك من خصائصه دون غيره من الانبياء. نعم هذا أول الوجوه القول بتحريمهن، نعم. وثانيها لا يحرمن لإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وانقطاع الاعتناء بها ولأن في ذلك إضرارا والبعدية على هذا مخصوصة بما بعد الموت. القول الثاني مقابل للأول تماما لا يحرم لا يحرم نكاح هذا الصنف من النساء كالمستعيذة ومن طلقها لكشح في بياض لبياض في كشحها قال لا يحرمنا وعلل ذلك بأمرين الاول اعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنهن وانقطاع العنايه بهن يعني وهو حي فبالتالي ليس لهن بمقام النبوه اتصال لا من عنايه ولا من بقاء في العصم فبالتالي فنكاحهن لا يكون تعديا على مقام النبوه ولا اساءه لرسول الله او اذيه صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني في التعليل لان منعهن من النكاح اضرار بهن فيبقين معلقات بلا نكاح وهذا مما لا يوافق مقاصد الشريعه في الجمله وعندئذ ففسر قوله تعالى ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا اي من بعد موته فيختص هذا بنسائه اللائي كن في عصمته ومات عنهن صلى الله عليه وسلم. وثالثها وبه قال القاضي ابو حامد وذكر الشيخ ابو حامد إن انه الصحيح وقال الرافعي في الشرح الصغير: انه الاظهر وصححه الماوردي والغزالي ايضا وقال الامام: انه الاعدل وجزم به صاحب الحاوي الصغير. القول الاتي الان بالتفصيل هو الذي رجحه من ذكرها هنا القاضي أبو حامد في الشافعية والرافعي في الشرح والماوردي والغزالي وإمام الحرمين ونحوهم يحرم المدخول بها فقط لما روي أن الأشعث بن قيس لما روي أن الأشعث هذا القول الثالث هو التفصيل وأن كل امرأة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حرام وما عداهن فلا يحرم منهن احد، فهذا تفصيل ان التحريم مختص مختص بمن دخل بهن صلى الله عليه وسلم، اما المستعيذة والمطلقة قبل الدخول بها لا يتناولها التحريم، وسياتي بالاستدلال لذلك، نعم. يحرم المدخول بها فقط، لما روي ان الاشعث بن قيس نكح المستعيذه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المستعيذه هي التي قالت اعوذ بالله منك كما تقدم. فهم عمر بن الخطاب برجمها فاخبر انه لم يكن مدخولا بها فكف عنهما كذا اورده الامام والغزالي والقاضي قال هم بجلد الاشعث بدل رجمه. هذا الحديث قال المصنف هنا كذا اورده الامام يعني الجويني والغزالي والقاضي قال كذا قال وابن الملقن محدث ولو أراد تخريجه لفعل رحمه الله فالحافظ ابن حجر لما أورد هذا الحديث قال هذا الحديث تبع يعني الرافعي في إراده هكذا الماوردية والغزالية وإمام الحرمين والقاضي الحسين ولا أصل له في كتب الحديث فهو مما يتداوله الفقهاء ولا يعرفون له سندا في الرواية. نعم روى أبو نعيم في المعرفة في ترجمة قتيلة من حديث داود عن الشعبي مرسلا وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس موصولة وصححه ابن خزيمة والضياء المقدسي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق قتيلة بنت قيس أخت الأشعث طلقها قبل الدخول فتزوجها عكرمة بن أبي جهل فشق ذلك على أبي بكر الى اخر ما اورده المصنف وسياتي ذكرها بعد قليل. والماوردي ذكره كالاول وذكر انه روي انه عليه الصلاه والسلام تزوج في ربيع الاول من سنه عشر التي مات فيها قتيلة اخت الاشعث بن قيس الكندي. لا انه روي انه صلى الله عليه وسلم تزوج في ربيع الاول من سنه عشر التي مات فيها قتيلة اخت الاشعث. والماوردي ذكره ذكره كالأول وذكر أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام تزوج في ربيع الأول من سنة عشر التي مات فيها قتيلة تزوج في ربيع الأول من سنة عشر وهو توفي في سنة إحدى عشرة لكنه في سنة إحدى عشرة لم يدرك شهر ربيع الأول إلا الثنتي عشرة يوما الأولى لاثني عشر يوما الأولى فالمقصود آخر ربيع قضاه بتمامه وهي السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم نعم تزوج قتيلة أخت الأشعث بن قيس الكندي ولم يدخل بها فأوصى في مرض موته أن تخير إن شاءت أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وتجري عليها ما يجري على أمهات المؤمنين وان شاءت ان تنكح من شاءت فاختارت النكاح فتزوجها عكرمه بن ابي جهل بحضر موت فبلغ ابا بكر رضي الله عنه فقال لقد هممت ان احرق عليهما فقال عمر رضي الله عنه ما هي من امهات المؤمنين ما دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضرب عليها حجابا فكف عنهما أبو بكر رضي الله عنه نعم والمقصود إذن البيان بهذا الدليل أن امرأة فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها لا يحرم نكاحها ومثال ذلك المستعيذة التي ذكر في الرواية أن الأشعث بن قيس نكحها وفي رواية أخرى أن عكرمة بن أبي جهل نكح قتيلة أخت الأشعث بن قيس وأن أبا بكر رضي الله عنه لما غضب لذلك وهم أن يرجمها ذكر أن يحرقهما ذكر له عمر أنها لا يتناولها حكم امهات المؤمنين فكف ابو بكر وقيل الاخرى في زمن عمر هم برجمها فاخبر انه لم يكن مدخولا بها فكف ايضا عن ذلك رضي الله عنهم جميعا قال الماوردي فصار كالاجماع يعني فصار هذا الحكم كالاجماع ان امراه لم يدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يحرم نكاحها وهذا الوجه الثالث هو الذي تقدم انه على التفصيل، نعم. فإن حرمنا ففي أمة يفارقها بالموت او غيره بعد وطئها وجهان في الرافعي، وهما في التهذيب احدهما لا يحل كالمنكوحة التي فارقها والثاني لا، لأن مارية غير معدودة في أمهات المؤمنين. وقال الماوردي إن مات عنها كمارية أم ولده إبراهيم حرم نكاحها وإن لم تصر أما للمؤمنين كالزوجات لنقصها بالرق وإن باعها ففي تحريمها على مشتريها وعلى سائر المسلمين وجهانك المطلقة وجزم في باب استبراء أم الولد بالتحريم وينتظم, وينتظم من ذلك ثلاثة أوجه نعم كل هذا ايها الكرام يتناول مساله على فرض وقوعها وهذا مبني على ان هناك من امهات المؤمنين من فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار المخيرات فاختارت الدنيا ان وقع هذا وهو لم يقع وايضا فان اماء النبي صلى الله عليه وسلم المفروض فيهن المسألة هنا من فارقها قبل الموت بعد وطئها، كل ذلك أيضا لم يثبت ولم يقع، فليس في ذكر هذه المسألة فائدة تتعلق بها، لكنهم يذكرونها بناء على أصل المسألة، فالأمة التي يفارقها بالموت أو بغيره فيها وجهان لأنها لا تدخل في قوله ولا أن تنكحوا أزواجه. لكن الوجه المعتبر لا تحل كالمنكوحه التي فارقها، وان لم تكن اما للمؤمنين قال الماوردي ان مات عنها كماريه ام ولده ابراهيم حرم نكاحها وان لم تصر اما للمؤمنين كالزوجات لماذا لا تصير اما؟ قال لنقصها بالرق واما ان باعها ففي تحريمها على المشتري وعلى سائر المسلمين وجهان كالمطلقه وجزم الماوردي في باب استبراء ام الولد بالقول بالتحريم. هذا كله على فرض وقوعه ولم يقع من ذلك شيء والعلم عند الله. ثم الاوجه السالفه في غير المخيرات، اما المخيرات فمن اختارت منهن الدنيا ففي حلها للازواج طريقان، قال العراقيون بطرد الاوجه، وهل ثبت ان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم المخيرات بقوله تعالى يا نساء النبي ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما هل ثبت أن واحدة منهن اختارت الدنيا؟ الجواب لا قطعا ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إن جميع أزواجه فعلن كما فعلت هي من اختيار الله ورسوله والدار الآخرة فرض المسألة أيضا لا وجه له إطلاقا نعم وقطع أبو يعقوب الأبيوردي وآخرون بالحل لتحصل فائدة التخيير وهو التمكن من زينة الدنيا وهذا ما اختاره الإمام ونقل الاتفاق عليه ومنعه الغزالي فإن قلنا لا تحل ففي وجوب نفقتها من خمس الخ من خمس الخ خمس وجهان فإن قلنا لا تحل على القول بأنها لا تحل وهذا كله من فرض ما لا وقوع له فليس أحد من أمهات المؤمنين اختارت الحياة الدنيا وزينتها ليقال بل إن وجها بالقول بتلحل ليحصل الحكمة من التخير وهو استمتاعها والتمكن من زينة الحياة الدنيا كل هذا لا وجه له والقول بالتحريم بناء عليه هل يترتب عليه وجوب النفقة كل ذلك ليس في ذكره فائدة فضلا عن تكون كبيرة أو صغيرة ففي وجوب نفقتها من خمس الخمس وجهان. احدها تجب كما تجب نفقه اللاتي مات عنهن لتحريمهن، وثانيها لا لانها لم تجب في حياته. اي لم تجب النفقه في حياته. فاولى الا تجب بعد موته، ولانها مقطوعه العصمه بالطلاق. بل هن رضي الله عنهن قد عصمهن الله جل جلاله. ووفقهن لاختيار الله ورسوله والدار الاخره فعشن معه اكرم عيشه ومات عنهن صلى الله عليه وسلم او ماتت بعضهن في حياته صلى الله عليه وسلم قبله وهن على خير مختاره الله لهن فنزههن الله عن غير ذلك فلننزه القول فيهن في فرض اختيار احداهن للحياه الدنيا وزينتها فرضي الله عنهن اجمعين. فائدة في عدد أزواجه ومن مات منهن في حياته ومن فارقهن ومن مات عنهن في عصمته صلى الله عليه وسلم وهو معهم وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا قيل أربع عشرة وقيل خمس عشرة حكاه ابن حكاه ابن الصباغ وأنه دخل منهن بثلاث عشرة وقيل سبع عشرة وقيل ثمانية عشرة حكاه القاضي حسين وابن الصباغ أيضا وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جمعها من اطلع عليه جمع من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ممن دخل بها أو عقد عليها فقط ولم يدخل بها أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد النكاح عليها فبلغ بهن ثلاثين ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح والحق أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الأسماء وبمقتضى ذلك تنقص العدة والله أعلم فهذا العدد كله لا يستقيم بذلك أما التعداد المحكي هنا عن ابن الصباغ والقاضي حسين أربعة عشرة وخمس عشرة ودخل بثلاث عشرة وقيل سبعة عشرة فحكى ذلك الحافظ ابن حجر وذكر الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من أوجه أخر عن أنس رضي الله عنهن قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة دخل منهن بإحدى عشرة ومات عن تسع وهو أقرب من الأقوال التي سيذكرها المصنف لكنها محكية فأتى على جمعها رحمه الله تعالى وقال الماوردي ثلاثا وعشرين ست متن قبله وتسع مات قبلهن وثمان فارقهن إذا ثلاث وعشرون ست متن قبله وتسع مات قبلهن فهذا خمس عشر قال وثمان فارقهن كالمستعيذه وكالتي راى بكشحها بياضا وكالتي عقد عليها ولم يدخل فطلق والتي خطبها ولم يعقد فجمع ثمانيه هذا كله كما قال حافظ ابن حجر على خلاف في ذكر الاسماء فمن جاء في خلاف ذكر الاسماء فجعلهن متعددات والقصه مثلا في المستعيذه واحده فلما يذكر في الخلاف في اسمها ثلاثه اسماء واربعه فلماذا نعدهن اربع نسوة هي واحدة والخلاف في اسمها وكما قال الحافظ ابن حجر وذلك يقتضي نقص العدد ولكن هكذا ذكره الإمام الماوردي رحمه الله تعالى نعم واللاتي متن قبله خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي أول نسائه تزوجها قبل النبوة عند مرجعه من الشام ها هنا ها هنا أيها الكرام يبدأ سرد امهات المؤمنين وشيء من مناقبهن في مناسبه ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلام في عددهن في الفائده التي قال في عدد ازواجه ومن مات منهن في حياته فلتقر اعينكم امه الاسلام ولتطب نفوسكم ولتسعد اسماعكم وافئدتكم بهذه النبذه الوجيزه المختصره عن امهاتنا امهات المؤمنين رضي الله عنهن اللاتي اكرمهن الله اكرمهن الله بصحبة وعيشة وعشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجات له في الدنيا مكرمات عزيزات، وزوجات له في الاخرة مرتفعات في اعلى درجات الجنان في صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، واللاتي متن قبله خديجة بنت خويلد واللاتي متن قبله خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي اول نسائه. تزوجها قبل النبوة عند مرجعه من الشام وعمره خمس وعشرون سنة هذه أول أمهاتنا يا أمة الإسلام خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي بن كلاب اجتمع نسبها مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب وفي قصة زواجها من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما بلغ خمس وعشرين سنة تزوج منها وأصدقها عشرين بكرة وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها حتى ماتت وهذا من مناقبها وكانت تدعى في الجاهلية كما يقول السهير بالطاهرة وفي سيرة التيم أنها كانت تسمى سيدة نساء قريش ترجمتها حافلة وسيرتها عطرة ومواقفها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهودة حفظت السيرة النبوية لها اعظم المواقف وسطرت لها انصع الصفحات وكانت سيرتها مفخره ومنقبه وشرفا والله لكل نساء المسلمين ان يقتدين بامهات المؤمنين وعلى راسهن خديجه رضي الله عنها. وهي ام اولاده خلا ابراهيم فانه من ماريه القبطيه من كورة انصنا من الديار المصريه كان من المقوقس كان المقوقس أهداها له هذه أيضا إحدى مناقب أمنا خديجة رضي الله عنها أنها أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بلا استثناء إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية وأما باقي أولاده القاسم وعبد الله وبناته واب واب أيضا فاطمة وأم كلثوم وزينب فكلهن من خديجة رضي الله عنها عدا إبراهيم فإنه من ماريا ولهذا فظل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظل يحمل هذه المنقبة لها وأن الله رزقه الولد منها ولم يرزقه ولدا من سواها إلا ما كان من إبراهيم فإن أمه ومارية القبطية جارية وليست زوجة كما تعلمون قال من كورة أنصنا والكورة المراد بها الناحية في, في القرى الصغيرة وهي من قرى الصعيد على شرق النيل واسمها انصنا من الديار المصريه كان المقوقس حاكم مصر اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رد به خطابه الذي بعث به لدعوته للاسلام فاهدى له شيئا من الثياب وماريه القبطيه وجاريه اخرى وبغله بيضاء تسمى دندن ونحو ذلك من هدايا الملوك فتملكها رسول الله عليه الصلاه والسلام وانجبت له ولده إبراهيم الذي مات صغيرا نعم ولم يتزوج على خديجة حتى ماتت كما هو مخرج في الصحيح وهذا أيضا من مناقب خديجة رضي الله عنها أنها مجتمعت لها ضرة في حياتها قط رضي الله عنها كما ثبت ذلك في البخاري من حديث عائشة وأبي وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما وكذلك في مسلم وبزياده روايه ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنهم جميعا وهو من فضائلها رضي الله عنها. وكان موتها قبل الهجره بثلاث سنين، وهي اول من آمن من النساء قطعا. وهذا ايضا من افضل واجود مناقبها انها كانت من اول من صدق به، بل ليس يخفى على احد منكم انها كانت البيت الذي احتضنه والصدر الذي احتواه لما نزل عليه الوحي فطمأنته ودثرته وجعلت تسكن من روعه صلى الله عليه وسلم وأتت به ابن عمها ورقة ابن نوفل فطمأنه وأكد له أن الذي أتاه وحي وكرامة ونبوءة من الله جل جلاله على ما هو مذكور في كتب الأنبياء السابقين ثم كان من شأنها أنها ثبتت وثبتته عليه الصلاة والسلام، وصبرت وصبرته ونصرته وآزرته، فكانت لها المواقف المشهودة والكلمات العظيمة، وهذا من أعظم دوافع وعوامل نصره وثباته صلى الله عليه وسلم لتبليغ دعوة ربه فرضي الله عنها وأرضاها. وقال صلى الله عليه وسلم في حقها: خير نسائها مريم بنت عمران. وخير نسائها خديجه. وهذا الحديث كما اخرجه البخاري ايضا من حديث علي رضي الله عنه اخرجه البخاري ومسلم في ذكر مناقبها خير نسائها خديجه خير نساء الامه، نعم. وقالت عائشه رضي الله عنها: ما غرت على امراه ما غرت عليها من كثره ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها. قالت وتزوجني بعدها بثلاث سنين. وأمره ربه أو جبريل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب رواه البخاري. نعم حديث إن جبريل أقرأ على خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب كما هو الحديث المتفق عليه عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتى جبريل بلفظ أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وهذا من أعظم كراماتها رضي الله عنها وأرضاها وظلت عائشه رضي الله عنها على صغر سنها وحداثه عهدها بصحبتها وزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي مجتمعت مع امنا خديجه رضي الله عنها في بيت ولا شاركتها في حياتها مع رسول الله عليه الصلاه والسلام مجتمعه معها ولهذا فان عائشه رضي الله عنها ظلت تحمل هذا المعنى العظيم لمكانة خديجة رضي الله عنها في نفس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، المراد بالضمير هنا الارض اي خير نساء الارض في زمانها مريم ابنة عمران وخير نساء الارض في زمنها اي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: ما غرت على امراه للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجه هلكت قبل ان يتزوجني لما كنت اسمعه يذكرها ولقد امره ربه عز وجل ان يبشرها ببيت في الجنه من قصب وفي الصحيحين ايضا حديث ابي هريره السالف ذكره قال اقرئها مني السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهذه الكرامه لها رضي الله عنها لما كان لها من المواقف العظيمه والثبات الجليل، وقد نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم واوته وصدقته، فكان لاسلامها رضي الله عنها نصره للاسلام. وكان في ثباتها ثبات عظيم لدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عاشت معه فانجبت له الاولاد وثبتته في مسيره الدعوه ولها علينا جميعا امه الاسلام حق المحبه والاحترام والتقدير والاجلال ومعرفه هذا الفضل العظيم لها ولسائر امهات المؤمنين رضي الله عنهن اجمعين ولا يزال في هذا المقام في ذكر امهات المؤمنين وشيء من مناقبهن المذكورة في هذا السياق تتمة نأتي عليها تباعا في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى مستكثرين فيما بقي من ليلتنا هذه أمة الإسلام ومن جمعتنا غدا من الصلاة والسلام على رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم صلوا عليه وأكثروا الترداد ما خاب من صلى عليه وزاد صلى عليه الله ما طير شدا او مد ليل للنهار سوادا فيا رب صل وسلم وبارك عليه صلاه وسلاما تبلغنا بها اعلى الدرجات واسنى المقامات وارزقنا بالصلاه والسلام عليه محبه صادقه واتباعا تاما، اللهم اجعل لنا ولامه الاسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين